الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وهذا الباب فيه تحذير من التهاون في أمر الصلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلوات المكتوبات، فقد وردت الآيات والأحاديث في التهديد والزجر الشديد في التخلف عن الصلاة المكتوبة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث في الزجر والتحذير من ترك الصلوات أكثر مما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى، وهذه هي طريقة مصنف كما مر علينا دائما، أنه يذكر الآيات أولا ولا حديث ثانيا. فقال هنا رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، وخصص من الصلوات الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فأولا عمم ثم خصص. حافظوا على الصلوات، هذا تعميم الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى هذا تخصيص، وخصص الوسطى لأهميتها وعظيم شأنها. وقد مر علينا ذلك، أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات وأعظم الصلوات عند الله، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، قال: أشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أشغلهم الله. فصلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الصلاة الوسطى، وهنا خصصها الله عز وجل لكثرة التفريط فيها، كثرة التفريط في صلاة العصر، لأن ما قبل صلاة العصر هو وقت الركون والسكون والدعة، فيفضل المرء السكون والدعة على القيام إلى الصلاة، فيركن إلى راحته الجسدية ويترك راحة قلبه، لأن راحة القلب وطمأنينته في إقامة هذه الصلوات. هنا أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما والصلاة الوسطى خصوصا. قال: وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الآية نزلت في قتال الكفار، فإن تابوا من الشرك والكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلونهم. وفي الآية الأخرى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا قال: فخلوا سبيلهم، يعني لا سبيل لكم إلا قتلهم، لأنهم تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمفهوم هذه الآية أنه إذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم يقاتلون، وهذا تهديد ووعيد لمن يترك الصلوات أنه يقاتل حتى يقيم هذه الصلاة. ولذلك إذا ترك قوم إقامة الصلاة كفروا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعني يحارب قوما فإنه ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإن أذنوا تركهم، وإن لم يؤذنوا عرف أنهم كفار فأغار عليهم صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمفهومها إذا لم يتوبوا
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. وفي الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومها أنه إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا حديث عظيم، حديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسألون من أجل العلم فقط، وإنما يسألون من أجل العمل. ولذلك كثرت أسئلة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعلم والعمل. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل حتى يقدمها على غيرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فأعظم الأعمال عند الله عز وجل هذه الصلاة بلا شك ولا ريب. بعد إقامة التوحيد أعظم العبادات وأجل القربات وأعظم الطاعات هي الصلوات المكتوبات، فهي أفضل الأعمال على الإطلاق. من حافظ عليها حافظ على غيرها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: الصلاة على وقتها. وفي رواية في غير الصحيحين قال: الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال: قلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. فأعظم الأعمال فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى الصلاة، وأما ما يكون مع الخلق فبر الوالدين. وبر الوالدين من أعظم الطاعات وأجل القربات عند الله. وبر الوالدين يشمل البر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. البر اسم جامع لكل خير، فالبر يدخل فيه الأعمال والأقوال في الحياة وبعد الممات، اسم جامع لكل خير. فبر الوالدين من أجل الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا دل الحديث على أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. إذا تعارض عندك الجهاد وبر الوالدين فقدم بر الوالدين، هو أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يكفي فضلا في بيان بر الوالدين، أنه أفضل من ملاقاة العدو يضرب رقبتك وتضرب رقبته، يقتلك وتقتله. بر الوالدين أعظم منه. فهؤلاء الأعمال الثلاثة هي أعظم الأعمال عند الله: الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فهي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.